تمضي الحياة في ممارساتنا اليومية دون أن نستشعر القوى المتولدة في النشاط الشمسي أو المجال الكهرومغناطيسي للأرض. وفي حين أكدت البحوث وجود هذه القوى الكونية، لكننا لا نعلم بدقة تأثير القوى على البشر. وللإجابة على التساؤل، وجه علماء وجهتهم شطر الجهاز العصبي الذاتي، وهو المعني بالتحكم الدقيق بنشاطات الجسم اللا إرادية مثل الهضم والتنفس. وأظهرت النتائج أن جهازنا العصبي في تناغم دقيق لتقلبات الطاقة الكونية النشطة التي تموج في نظامنا الشمسي. إن الأبحاث العلمية بدأت على يد عالم فيزياء الفلك الروسي ألكسندر تشيزيفسكي الذي عاصر الحرب العالمية الأولى. لقد لاحظ تشيزيفسكي أن أشد المعارك متزامنة مع انفجارات شمسية، وأن أحداث بشرية عظمى تعقب نشاط الشمس بفترات قصيرة، ما قاد إلى نظرية تقضي بأن قوى شمسية مجهولة تؤثر على صحة البشر وسلوكياتهم، وهي العلاقة التي أسست بين الأحداث الجارية في النظام الشمسي والحياة على الأرض. لاختبار النظرية علمياً، قام فريق بدراسة تبحث كيفية استجابة الجهاز العصبي لدى البشر للتقلبات الشمسية والإشعاعات الكونية وكذلك المجال الكهرومغناطيسي للأرض. أنجزوا ذلك بالتركيز على التباين النبضي للقلب، وهو مؤشر لنشاط الجسم العصبي الذاتي لدى الإنسان، ثم تتبع التباين النبضي في 16 امرأة بمركز الأمير سلطان، واللاتي لبسن جهاز مراقبة 72 ساعة أسبوعيا لخمسة شهور. تم بعدها مقارنة المعلومات مع نشاط الإشعاعات الكونية والنشاط الشمسي ونشاط المجال الكهرومغناطيسي للأرض لنفس المدة الزمنية. توصل الفريق إلى أن تباين النبض القلبي ذو علاقة هامة بثلاثة متغيرات كونية محورية، هي الإشعاعات الكونية والنشاط الشمسي والرنين شومان. ومن اللافت للنظر أن تباين النبض القلبي للمشاركات ارتفع بصورة ملحوظة لهذه المتغيرات الثلاثة، وكان حدوث هذه التغييرات سريعا جدا. إن هذه العلاقات الإيجابية توحي أن فيسيولوجيا الجسم تتفاعل بطرق إيجابية لهذه القوى الثلاثة، مما يدعم نظرية تشيزيفسكي القائلة بوجود قوى كونية تعمل كمصادر الطاقة ذات آثار بائنة على الصحة والمزاج والسلوك. بالرغم أن أهمية هذه العلاقات الإيجابية ليست معروفة تماماً، إلا أن النتائج توحي أن الطاقة الشمسية والكونية لا تغير المجال الكهرومغناطيسي للأرض فقط، بل تتعدها إلى كونها تؤثر على فيسيولوجيا الجسم. إن هذا البحث يشير إلى مفهوم مثير للاهتمام، يوحي بأن جوانب من هذه الطاقات لربما تربط في عالم لا محسوس بين بني البشر على وجه الأرض.